أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو أفضل كتاب وردت فيه صفة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كتب كثيرة يا أخي، كتب السيرة، كتب السيرة وهي كثيرة، ومنها زاد المعاد لابن القيم، ومنها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لابن هشام مختصراتها، نعم، حديث صحيحة وردت، نعم، في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته، نعم.